لازم يكون ستار يعني مبصوم لهم في المجال الفني. لا لا لا، وايد في شخصيات ترى درست في معاهد الموسيقى سواء في مصر في الكويت في أي مكان في العالم، ترى ما حققت نجاح. النجاح الحقيقي والشهادة الحقيقية هو النجاح بين الناس والاستمرار لسنوات طويلة، وأعتقد أحلام أثبتت هذا الشيء. فأعتقد